بالسروال دي بنت جدعه بميت راجل. وانت عرفت الحكايه دي منين يا فجري؟ امها قالت لمرتي. لسه في بنات جدعه كده؟ ايه جدعه بس يا حاج، جدعه وحلوه كمان. لم لسانك يا مناح، كده هنخش في الحديث البارد. خير يا ام كامل؟ اصل سمعت ان بنتك تبوى ماتت. مش ناقصه باب. ازيك يا حاجه لميعه؟ يا اهلا وسهلا. وادي ده عشا للحاج محمد، اصله جاني وقال لي نفسه في عشا من ايدي. فيكي بركه يا حاجه، اتفضلي. ازيك وزي الولد. خش جوه مرتي، مش ناقصه. لا لا ما تعمليش شاي ولا حاجه، هاتي لي البنت الصغيره اسلم عليه. هاتي لها تقوى يا منى. ولما تخنقها دلوقتي هقدر اعمل معاها ايه؟ تقوى؟ تقوى مين؟ مش قلتوا تقوى ماتت؟ ما هو سماها على اسم المرحوم. الغاليه بنت الغاليه. مالكوا؟ هتبصوا لبعض ليه؟ هاتوا البيت. نايمه يا حاجه لما تصحى. هاتوها نايمه، هنجطها وابصها وارجعها لكم تاني. هاتيها يا منده ما تخافيش، ربنا هيستر. والحاج فين؟ عايزه حد يوديله الصينيه. الحاج تحت في المنظره، عنده ناس يا حاجه. والناس هيمنعوه من العشاء؟ البت ها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. سمي يا اختي سمي. بسم الله ما شاء الله. مش واخده ولا حاجه منك يا منده، حجاش مناخيرها الكبيره المبرطشه دي وبس. بس تقاطعها حلوه قوي، هجوزها لمروان ورد ولدي. يوه يا حاجه لسه بدري على الكلام ده، اللي يعيش واللي يعيش يا ما يشوف. نزلوا انتوا العشاء للحاج محمد، وانا هاخد تجوة افرجها لمروان. ايه خد يا مره محفوفه، انت تاخديها في ايه؟ هات البيت. لا مش هسيبها. هات البيت يا لميع. مش هسيب. شوفي يا كامله انت قاضه، سيبي البيت يا لميع. مش هسيب الا ما افرجها لمروان. يا غلطي يا وسبتي السودا، الحقونا يا خلق، الحقونا يا اللي تحت. عايزه تاخد تجوه يا حاج، انجدني. تجوه ايه ولمعت ايه؟ ولمعه بتعمل ايه عندكم؟ جايبه لك العشاء اللي قلت عليه يا حاج. تسلم ايدك يا لميعة، هبعت لك مناع ياخد العشاء، بس رجع تجوه لستها عشان البنت اللي هتيجي ترضعها. ماشي؟ ماشي، اوامرك يا احلى حاج. هاتي هاتي. شفت انا عملت كل ده ليه؟ عشان يقول لي تسلم ايدك يا لميعة، ابعت العشاء يا لميعة. يا مجانين، وانا كنت هخطف البنت برضو. تسلم ايدك يا لميعة، ابعت العشاء يا لميعة. تسلم ايدك يا لميعة. انت مين يا ولد؟ انا مداح يا عم الحاج. يعني ايه؟ طبابلي جاي تغني وتشحت؟ لا يا عم الحاج، انا مداح جوز فرحه. اهلا اهلا. قوم دولو يا عم الحاج، انت كبير البلد دي كلها، وانا عاوز ارجع مرتي. وماله مترجعها؟ مش راضي يا عم الحاج، ومش عايزه تتلم في بيت جوزها. هو في كده يا مناح؟ تلاقيه مزعلها قوي ولا شديد معاها. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ تمشي كلامك عليها، تقول لها ارجع لجوزك. طب يا ولدي، ما دام انا اللي همشي كلامي عليها، ما اتجوزها انا. ايه؟ ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ نزل رجلك وبص لي زين. الراجل اللي ما يقدرش يرجع مرته ويكسر شوكتها احسن له ما يرجعهاش، لانها لو رجعت مش هتبقى انت رئيس المركب ولا تدفى في ايدك، هتبقى انت المركب وهي الرئيس. وبصراحه يعني ما ارضاهالكش انك تبقى مره في بيتك. خلاص هروح دلوقتي اكسر راسها بحجر واجرها معايا زي البهيمه للبيت. جدع، لو راجل اعملها. والله الطخك.
طب ما انا جاي لك عشان كده يا عم الحاج. عدم المؤاخذه ولدي، انا هخليها تحس انك راجل كيف. هي فاكره انهم ثلاث طلقات وهم اتنين. انت شايفني مأزون قدامك؟ مال انا بالثلاثه والاثنين؟ انت تدور لك على واحده ما رفعتش عينها فيك ولا طلعتك من البيت طاير بالسروال. عايزني اساعدك في الشغل، من بكره تطلع الجبل. عظمك طري روح البحر عد الانفار. يعني اكتر من كده لا ترضاها لي ولا ارضاها لك. ماشي يا عم الحاج. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك؟ وشك اصفر ليه؟ اللودر اتسرق. ايه؟ لودر مين؟ لودر الكبير بتاعنا يا حاج، اتسرق. كل وزه اتسرقت جاموسه. لكن لودر كبير بكفه واربع عجلات وبتاعنا ويتسرق؟ كيف؟ رحت المحجر في الليل اتمم ما لقيتهوش. حق عشوبه دي. وفين السواق؟ نايم في بيتهم. كان مسهر امبارح طول الليل. الصبح سلم المفاتيح وروح نام. سلمهم لمين؟ صابر ابو خميس العريبي الغفير. صابر نزل البلد يجيب شاي وسكر ولما رجع لا لقى الرودر ولا المفاتيح. ولقى امه وابوه ولا سرقوهم برضه ولد النعسانه؟ وماله صابر بس يا بوي؟ ما طول عمره حاجتنا في امان من غير غفير. صح. هنبعت له مكافأة يا ولد منده. يوه. طب اقعدوا اقعدوا لحد ما نشوف الفجر ده عاوز ايه. عن اذنك يا عم الحاج. روح يا مناح. مرحبا يا حاج. عامل ايه يا ولد عمي؟ تمام يا ابو ذكري. خير؟ اللودر بتاعك اتسرق يا ولد؟ ها اتسرق يا ابو ذكري. انت عاوز ايه؟ اللودر بتاعي تحت امرك. انت عارف نفس الماركه ونفس الطراز زي بتاعك بالظبط. وعارف ان خلقاتك الجوانيين خالص نفس ماركه خلقاتي بالظبط. وطبعا مش هاجرهولك زي الغريب. ملهوش عازه عندي. اللودر هيكون رجع قبل الصبح. الصبح؟ طب قول بعد شهر. معار انت قوي يا حاج. انت قلت يا ابو سكري؟ يا ولا حاج. لو ما رجعش اللودر لحد الصبح هاخد اللودر بتاعك بالاجر. صح ابو سكري. انت عارف اني ما احبش احلف. مش عايز احلف بشنبك ان اللودر هيرجع. هيرجع شنبنا ليه؟ ربنا معاك. انا ماشي. خلي بالك من البيت والعيال يا حاج. اللي سرق اللودر قادر ياخد اي حاجه. متشكر على النصيحه يا ابو زكي. سيبني عايز اقعد مع العيال شويه. روح وخلي بالك من نفسك وانت مروح. ليه؟ هيحصل لي ايه؟ الله اعلم. تحب تاخد مناع معاك؟ لا مناع لا، انا عيل صغير. سلام. والعمل يا ولد؟ ما فيهاش عمل يا ابوي. لازم يرجع. ده يسوي له 3 4 مليون. هي حكايه فلوس يا جوده؟ دي حكايه قيمه وهيبه يا حاج. ولو ما رجعش ندور عاد على بلد تانية نعيشوا فيها. واللي يجيبه لكم قبل النهار ما يطلع. ومين بس اللي هيجيبه يا بوي؟ انا. قبل النهار ما يطلع اللودر هيكون هنا. الموضوع ده عاوز حركه سريعه. يعني ايه؟ يعني سيب لنا ابوي الحكايه دي وانا هجيبه قبلك. اشد من انت يعني؟ انا ما قلتش كده، بس هقدر اجيبه قبلك. اه يبقى انا عجزت. لا يا بوي، بس كل وقت له أذان. بيني وبينك أذان الفجر يا خيري. لو جبته قبلي اعتبر اللودر بتاعك. ماشي. سيبوني لوحدي.
ايوه مين؟ اهلا يا باشا. اهلا. ايه؟ لا لا الاوضه اتسرق ولا حاجه. معقوله في بيتي اتسرق؟ طول ما انا في البلد دي مفيش بيضه تتسرق من عشه ارمله عاميه.